مع عائلة نور ورغد. اليوم ايش راح نسوي؟ الحنة الحنة. يلا اختاروا. لا اختاري الورقة. ايش الورقة اللي تبينها؟ ايش الشكل اللي تبينه؟ اوكي، بما انهم من اول وهم حابين يحطون حنة فكافأتهم اليوم وجبت لهم، فلا تنسوا تعطونا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل جديد، واستمتعوا بالفيديو. وجهزنا الأشكال على يدهم ويلا نبدأ نحط الحنة. حلوة طبعا. بعد ما نحط الحنة ننتظر مثلا ساعة ساعتين على حسب فعاليتها وسرعتها في الطبعة يعني. بس يلا نبدأ. يلا والحين نبدأ نحط الحنة. نبدأ بمين؟ أنا خلينا نبدأ بربودة. أوكي نجرب أول ربودة. أنا حاجة قطعت هذا هذا يلا حنة. ضاغط اليوم وقت اليوم مدفئة مدفئة. أنا هذي حنية يدي يدي آي. يلا
كذا انتهى الفيديو وهذا الشكل النهائي. ايش رايكم في بنات؟ ليش مو حلو؟ حبيت. ايش رايك رغودة؟ يلا لا تنسوا الاشتراك، تعطونا لايك، تفعلوا زر الجرس. باي باي.